إليكم اليوم أضخم 10 كائنات حية عاشت على كوكب الأرض في جميع العصور، حيث تختلف الكائنات الحية عن بعضها البعض من حيث الحجم والكتلة والنوع والطول. وتضم الكائنات الحية كل ما خلق الله تعالى من أشجار وحيوانات ونباتات، وهناك كائنات حية خلقها الله عز وجل وكانت تعتبر أكبر الكائنات الحية التي خلقت على الأرض. ومنها أولا السكويا العملاقة، هي من النباتات كاسيات البذور، وتعتبر من أطول وأقدم الأشجار من حيث حجمها وكتلتها، حيث يبلغ طولها حوالي 85 مترا إذا قورنت بقريبتها السكويا دائمة الخضرة، فهي ليست كبيرة في حجمها ولكنها تتميز بارتفاعها حيث يبلغ طولها 115 مترا. تعتبر السكويا العملاقة من أطول النباتات الطحلبية، وهي نوع من أنواع شجر الكينة، وتكون هذه الشجرة ممتدة الجذور وعملاقة. الحوت الأزرق هو النوع الثاني من الكائنات الضخمة التي عاشت على ظهر الأرض، وهو من المخلوقات التي تعيش في البحار، وهو أكبر الثدييات المائية، حيث أن أكبر نوع من أنواع الحيتان الزرقاء يصل طوله إلى 33 مترا، وليس فقط أضخم في الطول وإنما من حيث الوزن، ولكن لم يتم التعرف عليه حتى الآن. وهناك نوع آخر يبلغ طوله حوالي 30 مترا، وهذا النوع من الحيتان تم وزنه حيث بلغ 190 طنا. وفي بعض الحيتان الزرقاء لم تكن لها وزن معروف، ولم يتم بعد التعرف على كل أنواع تلك الحيتان الزرقاء. ثالثا فيل الأحراش الأفريقي، هذا الفيل من الخرطوميات، وهو أكبر الثدييات البرية، ويعتبر من أكبر الحيوانات البرية التي كانت تعيش في الغابات، حيث كان وطنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا الفيل الضخم كان يولد بوزن 100 كيلو جرام، أي حوالي 220 رطل، وهذا أكبر وزن قد تم تسجيله بالنسبة للأفيال. وكان هذا ذكر الفيل يبلغ طوله من الجذع إلى القدم حوالي 11 مترا، وكان ارتفاع كتفه يصل إلى 4 أمتار، وتم قتله بالرصاص في أنغولا في عام 74، ويعرف هذا الفيل بأنه أعنف الأفيال البرية. رابعا تنين كومودو. تنين كومودو يعتبر من أكبر أنواع السحالي التي تم العثور عليها في جزر إندونيسيا، وهو عضو في هذه الأسرة، وهي من أضخم الكائنات الحية أي الزواحف، حيث تنمو إلى أن تصل إلى 3 أمتار، وهذا يكون في بعض الحالات النادرة، كما يصل وزنها إلى 70 كيلوغراما، وهو من تمساحيات المياه المالحة، ويسمى بتمساح المياه المالحة. خامسا سوروبودا. السوروبودا من فصيل الديناصورات، وهذه الديناصورات انقرضت منذ زمن بعيد، وكانت هذه الفصيلة تتغذى على العشب، وهي رباعية الأرجل سحليات الورك، ترجع وجودها إلى العصر الطباشيري والعصر الجوراسي. كانت هذه الديناصورات تتميز بطول العنق والذيل، وكانت رأسها صغيرة، وكانت تحتوي على 5 أصابع للمساعدة على المشي، ولم تكن من الديناصورات المفترسة لأنها كانت تتغذى على الأعشاب. هي أكبر الديناصورات وأكبر وأضخم الحيوانات التي عاشت في هذه الحقبة الزمنية، وتعتبر من آكلات العشب والنباتات. كانت تتميز بثقل وزنها، وهذا ما تم تحديده عند العثور على هيكل كامل لها عند اكتشافها في تنزانيا في عام ما بين 1907 إلى 1912، وتم نقل هذا الهيكل إلى متحف في برلين. هي أطول الكائنات الحية، حيث يصل طولها إلى 12 مترا، وكان وزنها يصل إلى 37 طنا. وقد تم اكتشاف عينة أخرى تبلغ من الطول 25 مترا، وتم نقلها إلى متحف طبيعي في ألمانيا أيضا. سادسا الثيروبودا. الثيروبودا من فصيلة الديناصورات أيضا، تتميز بكبر حجمها، وهذا ما دل عليه الهياكل العظمية التي تم اكتشافها، وهو الديناصور ذوات الأقدام الأكبر، ويسمى بالتيرانوسور، وكما يلقب باسم سو. تم اكتشاف هيكل هذا الديناصور في ولاية ساوث داكوتا في عام 1990، وتم نقله إلى متحف بشيكاغو. وعند فحص الهيكل الذي تم اكتشافه، وجد أن طوله حوالي 12 مترا، كما يتراوح وزنه ما بين 6.5 إلى 9 أطنان، وهذا يعتمد على الطريقة المستخدمة في القياس في ذلك الوقت. سابعا البروها سيكو ساروس، هذه أضخم وأكبر الكائنات الحية، وللأسف لا يوجد لها صور، وهذا الكائن يسمى باسم السحلية. يبلغ طولها من رأسها إلى ذيلها حوالي 44 مترا، ويبلغ وزنها حوالي 150 طنا، ولكن تم اختلاف الآراء على وزن تلك السحلية، حيث أن البعض قال أن وزنها تعدى 220 طنا، فهي أصبحت أثقل الحيوانات المائية بالمقارنة بالحوت الأزرق، وتم الاختلاف فيما بينهم على أي من هذه الحيوانات الملقب بأثقل الحيوانات الموجودة. ثامنا باراسيراسيريوم، هو أكبر الثدييات البرية التي تم العثور عليها في التاريخ، وهذا ما تم معرفته عند اكتشافه. يشبه في الشكل وحيد القرن من حيث الشكل، ولكنه عملاق أكثر، يبلغ ارتفاعه 7.5 أمتار، ويزن أكثر من 20 طنا.
أي ما يعادل ما يقرب من 3 أفيال عملاقة. تاسعاً، السحلية الفقرية. السحلية الفقرية هي من ضمن فصيل الديناصورات، لكنها الديناصورات المتوحشة آكلة اللحوم، وهذا ما تم اكتشافه عند العثور على هيكل لها عند فحص أسنانها ورأسها، فتم معرفة أنها أكبر مفترس بري، حيث يبلغ طولها 18 مترا ووزنها 9 أطنان، وهذا ليس بكبير الحجم بالنسبة للديناصورات قديما. عاشرا، أرابايما. الأرابايما هي من الأسماك، ويطلق عليها عملاق مياه نهر الأمازون العذب، وهي من أكبر وأضخم الأسماك الموجودة في العالم، حيث يبلغ طولها ما يزيد عن 2 متر، وتم العثور عليها في نهر الأمازون، وهو الموطن الأصلي لتلك السمكة. والجدير بالذكر أن هذه السمكة العملاقة مصدر البروتين بالنسبة للصيادين، وقد تم اكتشاف قديما 4 أنواع تنتمي لفصيلة هذه السمكة، ولكن تم اكتشاف نوع خامس لها، وهو ما أوضحه العالم دونالد ستيوارت من جامعة نيويورك. هذا ما تناوله حلقة اليوم من 10 كائنات حية، منها المنقرض ومنها الذي يعيش إلى يومنا هذا. وهناك الكثير من عالم الحيوانات والكائنات الحية التي خلقها الله عز وجل ولم نتعرف عليها حتى الآن، فكل يوم يكتشف العلماء الكثير والكثير من هذه الكائنات، سواء انقرضت على مر العصور أو التي لا تزال حية إلى يومنا هذا، سواء كانت حيوانات أو نباتات. يحاول العلماء التعرف على كل أسرار تلك الحيوانات والنباتات التي عاشت قديما أو التي تزال بيننا إلى يومنا هذا.